السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أكثر من مسألة عظيمة، وهي البعث والنشور، وهو ما يسمى باليوم الآخر. وهذا اليوم الإيمان به من أركان الإيمان الستة، قد أخبر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم سمي باليوم الآخر لأنه يكون آخر شيء، فالناس يبعثون. وهذا اليوم أنكرته قريش، أنكره الكفار، ولهذا جاء رجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أتى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه عظم؟ فقال: يا محمد، تزعم أن ربك يعيد هذا، يعني يعيد هذا العظم؟ ثم فتته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ويدخلك النار إن شاء الله. ولهذا هذا اليوم الله سبحانه وتعالى ما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالإقسام في القرآن به إلا بهذا اليوم في ثلاث آيات لا تزيد عليهن، في قول الله تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو، في سورة يونس، وأيضا في سورة سبأ في قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وفي سورة التغابن في قول الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فهذه الآيات الثلاث الله سبحانه وتعالى أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالإقسام بها. فلهذا إخوتي في الله، وجود هذا اليوم يدل على عدل الله سبحانه وتعالى، فإن من عدل الله سبحانه وتعالى أنه يقتص للمظلوم من الظالم، فلا يكون هناك ظالم وليس له حساب يوم القيامة. ولهذا في هذا اليوم يكون أهل الإيمان من الثابتين فيه، والكفار والعياذ بالله والفجار من أهل النار. فلهذا إخوتي في الله، هذا اليوم الآخر، ذكر بعض أهل العلم أن اليوم الآخر يبدأ من يوم أن يوضع العبد في قبره، وبعضهم قال بعد بعثة الناس، يعني القيام من قبورهم. فلهذا يقول أهل العلم: من مات قامت قيامته. ولذلك إخوتي في الله، شيء من التذكير بهذا اليوم لعل القلوب أن تتعلق بربها تبارك وتعالى، ولعل القلوب أن تخشع لهذا اليوم العظيم، فإنه يوم عظيم. فإن الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم يوم الدين ويوم الجزاء ويوم الفصل، وهو الفصل بين العباد. فإذا خرج الناس من قبورهم، أول ما يأتون إليه هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أهل العلم أن الناس إذا خرجوا من قبورهم يكونون عطاشا، فيحتاجون إلى الشرب، فلهذا ينطلقون إلى حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم في عرصات الموقف يكون فيه ثلاثة أشياء: حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والميزان، والصراط. فلهذا إذا أردت أن تعرف ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة، فإنك تتذكر تلك البلدة في الشام: حمص، حاء حمص، حاء الحوض، وميم الميزان، وصاد الصراط. فالناس ينطلقون إلى هذا الحوض، حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. قد وصفه عليه الصلاة والسلام بأن طوله شهر وعرضه شهر عليه الصلاة والسلام،
وماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ويأتي الناس إلى هذا الحوض، حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، والملائكة حول هذا الحوض يذودون من لم يكن على سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يقول: أصحابي، وفي رواية أصيحابي، يذاد أناس عن حوضي عليه الصلاة والسلام، فيقول أصحابي فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلهذا الإنسان أيها الإخوة في الله يخاف من البدع، لأن البدعة تبعدك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشد من المعصية. فلهذا لا ينبغي على العبد أن يبتدع في دين الله عز وجل. والمصيبة أن هذه البدعة يظن صاحبها أنه على خير وهو على ضلالة والعياذ بالله، ولهذا يدافع عنها ويقاتل عنها. فلهذا من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه عليه الصلاة والسلام فإنه يشرب من هذا الحوض. فإذا شرب الناس من هذا الحوض انطلقوا بعد ذلك إلى الميزان، وهذا الميزان وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام بأن له كفتان، وفي رواية أن له لسان، وهذه أشياء غيبية أيها الإخوة في الله لا ينبغي للعقل أن يتدخل فيها، هذه الأمور غيبية. ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده المؤمنين بقوله: يؤمنون بالغيب. وهذا الميزان يوضع فيه الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، وأيضاً هل يوزن العامل معه. جاء في روايات أن الرجل السمين يأتي يوم القيامة لا يساوي شيئاً. فلهذا إخوتي في الله يحرص العبد على التكثير من الأعمال الصالحة لكي يفوز بهذا الميزان. قد جاء في الحديث الحسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق، يعني ينادى هذا الرجل عند الناس في ذاك الموقف العظيم، ثم يؤتى به فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر. تأمل يا عبد الله هذه السجلات كلها ذنوب ومعاصي، فيقول الله سبحانه وتعالى: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا ربي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهذا العبد: هل لك عندنا من حسنة؟ فيقول: أين الحسنة يا ربي من هذه الصحف التي لا مد لها؟ فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا إنك لا تظلم. ثم يؤتى ببطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الرجل أيها الإخوة حقق توحيد الله، لكنه أسرف على نفسه بالذنوب والخطايا، وهذا يدل أيها الإخوة الكرام على فضل هذا التوحيد، وأن من حقق التوحيد فإنه يدخل الجنة، وإن كان عنده معاصي فإنه يكون مآله إلى جنات النعيم. لهذا إخوتي في الله يفوز أهل التوحيد بهذه الجائزة العظيمة. فيؤتى بهذه البطاقة فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة عند هذه السجلات؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تظلم. ثم توضع هذه السجلات في كفة وهذه البطاقة في كفة، فتطيش هذه السجلات من عظم وثقل لا إله إلا الله. فلهذا إخوتي في الله علينا جميعا أن نلتزم بهذا التوحيد، وأن نكرر هذا التوحيد، وأن نعرف هذا التوحيد. هذا التوحيد كل القرآن يتكلم عن هذا التوحيد، وعن حقوق أهل التوحيد، وعن خسارة من عاد أهل التوحيد، وعن نصرة أهل التوحيد. فلهذا المقام أيها الإخوة في الله ينبغي على الإنسان أن يعرف هذا التوحيد. ولهذا يقول شيخ الإسلام في زمانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن قال إنا عرفنا التوحيد فهو أجهل من حمار أهله. فلذلك يا عباد الله،
كم من إنسان يظن أنه على هذا الطريق وهو على الضلالة والعياذ بالله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله. فلهذا إخوتي في الله، كلمة واحدة قد تخرجك من دين الإسلام، وهذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص، ليس الخلوص وإنما البراءة. هذه العبارة ينبغي أن تعدل عند كثير من الناس، يظن أن تعريف الإسلام أنه الخلوص من الشرك. لا يكفي الخلوص، وإنما البراءة من الشرك وأهله، كما قال إبراهيم عليه إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلهذا إخوتي في الله، اعتنى المسلمون بهذا التوحيد وتحقيق هذا التوحيد. من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلهذا ما الذي ينجيك يا عبد الله في عرصات الموقف إلا هذا التوحيد؟ نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، غير مبدلين ولا مغيرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.